بسم الله الرحمن الرحيم اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن امر فيلت ان شاء الله المرة دي هنتكلم عن امر شنفر اه بيجي منين الامر بيجي من نفس السهم بتاع امر فيلت ندوس على السهم ادي شنفر اهو نختاره من هنا او نعمل ايه او نيجي من قايمة موديفاي هنلاقي شنفر آه موجود فوق امر فيلت اهو او ندوس الاختصار بتاعه سي اتش ايه سي اتش ايه شنفر تعال نشوف شنفر بيعمل ايه نفس نفس الخطوات بنفس الطريقة بنفس كل حاجة بتاع امر فيلت عشان كده الاتنين موجودين مع بعض يقول لك سيليكت فيرست ادي الفيرست اهو سيليكت سكند ادي السكند اهو ما عملليش حاجة باش مهندس تمام ما عملش اي حاجة نعيد الامر تاني اهو ادي اهو هو زيه زي امر فيلت لا مش زي امر فيلت فاكر امر فيلت لما كنا واخدين امر فيلت كده كان بيعمل نفس الخطوات دي بالظبط بس لما رحنا هنا كده قلنا له عملهالك عملها لك بشكل كرف. عمل لك ادي الريديوس اهي عمل لك دي كده عمل لك الريديوس اهو عملها لك بالشكل ده كده تمام ما تيجي بقى نشوف امر تريم اللي انت بتقول لي زي فيلت فيه ايه زياده عن اه زي الفلت كده في ايه زياده يخلي لك يعمل لك الحاجه بطريقه دايره كده مثلا او حاجه تعال نشوف شنفر نكتب سي اتش ايه بيقول لك هنا ايه الدستانس ديستنس دوس ديستنس كده ودوس رقم اتنين مثلا اتنين تلاته دوس مثلا اربعه اهي ودوس انتر ودوس اربعه تاني ودوس انتر وتعالى علم على الفيرست بعدين يقول لك علم على السكند شفت عمل لك ايه نعيد تاني الامر اهو بمسطره ونعيد تاني الامر شوف عمل لك يا ايه باش مهندس بسرعه بقى دوس كنترول زد نقوم نقول له شنفر تاني اس اتش ونقوم نقوم نغير له في الديستانس دي اهي نخليها اتنين اهي اتنين في الفيرست يقول لك اتنين من الفيرست ويقول لك اتنين من السكند اهي يقول لك اتنين من هنا ويقول لك اتنين من هنا اهي ويعمل لك الشكل بالطريقه دي اهو ادي اه كده اتنين في الفيرست اتنين في السكند ويبقى الشكل بالطريقه دي ده امر شنفر باقت الخصائص ادي اه سي اتش ايه اه معلش دي البروبرتيز ادي سي اتش اي الاندو بولي لاين ديستانس خدناها الانجل دي مش عارف بتاعت ايه الميثود والملتبل الملتبل طبعا بتكرر الامر كذا مره الميثود دي تعال نشوف بتاعت ايه الميثود دي يا ايه اما بيقول لك انت تشتغل ديستانس ولا انجل طيب تعالى مثلا نختار ان انا هثبتها مثلا هو بيقول لك ثبتها ديستانس ولا انجل طب انا ما اعرفش يعني ايه انجل اصلا تعال نشوف الانجل دي بتقول ايه اه الانجل دي آه بيقول لك لينس اون فيرست اه, اه, بزاويه نقول له مثلا اه نجرب نقول له اربعه اه ندوس الاول كنترول زد كده عشان نرجع للرسمة دي ونقول له سي اتش ايه اهي ونجرب الانجل دي كده مثلا نشوف كده نقول له اربعة نشوف هي... هيعمل ايه ونقول له برضو اربعة نشوف هيعمل ايه وادي اهي شايف الشكل تمام تعال ندوس كنترول زد كده نشوف احنا عملنا ايه تاني سي اتش اي ونقول له الانجل نقول له الفيرست باربعه والسكند بأربعة ونجرب تاني كده اهي تمام اه معرفش اه بأمان انا اول مرة استخدم دي فمش اه مش مركز فيها اوي الحاجة ممكن تتعمل بكذا طريقة انا ممكن اكون عملت الشكل ده بس بأمر لاين عادي او بأمر موف اهم حاجة اه انت تكون سريع في الرسم ده كان امر شنفر اه كنت عايز اكلمكم عن حاجة تاني امر تاني ناخد دي كده ابعدها كده موف شويه كده وتعالوا ندردش في حاجه كده الامر ده اسمه ايه الامر ده اسمه بليند كيرف بليند كيرف بليند كيرف ده بيعمل ايه بليند كيرف ممكن تجيبه من هنا اهو او ممكن تجيبه من موديفاي هتلاقيه بليند كيرف اهو او ممكن تجيبه تقول له بي بي ال آه بليند بيقل آه بي ال اي بي ال اي وتدوس انت. طيب البليند ده بيعمل لك ايه تعالوا نشوف بيعمل ايه آه لو جينا هنا كده ورحنا عند بليند كيرف وقفنا عليه واتفرج بقى على الـ 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 الشرح اللي هيطلع لك بيقول لك اول حاجه بيعمل لك بيوصل لك آه بين خطين بكيرفين يا اما كيرف تانجت يا اما كيرف سموث تاني بيوصل لك بيقول لك كريتس اتانجت اور سموث سبلاين بتوين ذا اند بوينت اوف تو اوبن كيرف بيبقى عندك كيرف وكيرف او خط وخط بيعمل لك كيرف بيناتهم يا اما الكيرف ده يبقى تانجت للخطين التانيين او سموس مع الخطين التانيين تعالوا نجرب ادي اول واحد قول له انا عايز اعمل كيرف من الخط ده للخط ده اهو ادي اول كيرف الكيرف ده نوعه ايه ما احنا ما في الكوماند بار وانا من ضمنكم برضو. ادي البلند بال بي ايه بيقول لي اه 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 بلندا سيلكت فيرست اه اوبجكت ادي سيلكت فيرست اهو اه بيقول لي سيلكت سكند اهو هو ما جابش حاجه برضو لا جاب لي كونتينوس دي هنا ممكن ادوس عليها بيقول لي انت عايزه تانجت ولا سموس غالبا اللي اتعمل ده سموس طب تعالى نرجع تاني اهو نمسح بعدين نقول له بي ال بي ال اي اهو وبيقول لك اه نيجي هنا كده اه احنا عايزين الاول نعمل تانجت ماشي نعمل تانجت اهو نعمل التانجت اهو نعمل الخط ده مع الخط ده ده تانجت اهو نكرره نعمل هنا برضو تانجت ده بقى خط كيرف يوصل الطريق ده كده بس طريق الكيرف ده تانجت يعني ايه تانجت يعني مماء لو لو مديت الخط ده كده على استقامته كده اهو اه نشغل القرص من هنا الخط ده الخط ده هيطلع الخط ده لما مده على استقامته الكيرف ده يطلع تانجنت ليه ماميلي وكذلك لما كان مد الخط ده على استقامته يطلع ماميلي وكذلك لما مد الخطين دول على استقامتهم الكيرف ده يطلع مماس ليهم طيب تعالوا نعمل حركه ظريفه انا اسف كنترول زد تعالوا نعمل حركة ظريفة نعلم على الكيرفين دول وندلهم لون وليكن الأصفر ونروح نعمل على نفس الخطين آآ 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 كيرفين بس سموث أهو ونروح نقول له كونتينوس كده ونقول له سموث ونقول له آدي آه الخط الأولاني وآدي الخط التاني أهو ونعيد نفس الكلام أهو عمل لي بص ادي ونلونهم بالاحمر مثلا اهو يبقى كده انا وصلت بين الخط ده والخط ده بكيرفين كيرف سموث اللي هو الكيرف الاحمر الكيرف ده انت زي ما انت شايف كده طالع سموث مع مع الـ مع الـ الخط مع عمره يبقى الخط ده مع عمره يبقى تانجت للخط الاحمر ده آه تعالوا مثلا نفصلهم عن بعض كده ناخد كوبي مثلا منهم كده اهو تعالى نمسح هنا التانجت اهو ونمسح هنا السموس اهو ده الفرق بين الخطين اه 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 ده طالع سموس مع ال... مع الشكل اهو لا ده مش طالع سموز ده طالع الريديوس بتاعته قليلة شوية عشان يعمل مماس للخطوط دي دي كانت حاجة سريعة كده دي الجماعة اللي بيشتغلوا في الجيومتريك بتاع الطرق اللي بيخططوا الطرق اللي بيعملوا ديزاين جيومتريك ديزاين للطرق عارفين الحاجات دي كويس نكتفي بهذا القدر المحاضرة الجاية ان شاء الله هنشرح حاجة مهمة جدا هنشرح امر الري هنشرح جميع اوامر الري هنشرح الباس الري الريه الري الريه والبولر الريه مهم جدا تابعوني شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته